أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء. اليوم هو الخامس من شهر شوال لعام 1439 للهجرة، ومع إطلالة هذا الصباح المشرق، وحينما كنت أتجول مع زقزقات العصافير وهديل الحمام، لفت انتباهي شروق الشمس لهذا اليوم بعد مضي ساعة كاملة، وهي تخرج الآن مثل القمر. وبهذه المناسبة صورت لكم شروق الشمس لهذا اليوم لأبين لكم أن شروق الشمس في الأجواء الضبابية أو العوالق الترابية تخرج بهذه الصورة ولا عبرة بها. ولذلك كنت في العشر الأواخر من شهر رمضان لا أستطيع الجزم بأشعة الشمس، والسبب في ذلك هي الأجواء والعوالق الترابية أو الضباب. وبناء على ذلك فإنني أبين لكم بهذا المشهد العجيب في هذا اليوم بهذه الصورة الغريبة، حتى أضع السادة المشاهدين والإخوة والأخوات الكرام أن في هذا المشهد بأن الحكم على شروق الشمس يختلف من يوم إلى آخر، ويحتاج في هذه الحالة إلى أجواء صافية جدا في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى يتبين لنا حقيقة أشعة الشمس. ولذلك نجد أن شروق الشمس بهذه الصفة أو بهذه الهيئة التي أمامنا الآن، نجد أن البعض يجزم بأنه رأى الشمس في العشر الأواخر كالقمر، وهو في الحقيقة لم يتتبع الأجواء من حيث الغيوم والسحاب والعوالق الترابية وأيضا نسبة الرطوبة. كل هذا أو جميع هذه الأمور تؤثر في شكل الشمس وخروجها بهذه الصورة العجيبة. ولذلك سبق وأن قلت أن الحكم على أشعة الشمس فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، وأغلب الأيام في العشر الأواخر من رمضان لعام 1439 للهجرة خرجت بعد مضي 50 من 40 دقيقة إلى 50، ولا أستطيع في هذه الحالة أن أحكم على أشعة الشمس، فغالبا ما تخرج بهذه الطريقة من بين السحب والغيوم والضباب ونسبة الرطوبة العالية، خاصة وأنني الآن على ساحل البحر الأحمر في المنطقة الجنوبية. أحببت أن أبين لكم من خلال شمس هذا اليوم التي لو رآها أحدكم أحدنا التي لو رآها أحدنا في إحدى شروق شمس العشر الأواخر أو أيام العشر الأواخر لجزم بأن البارحة كانت ليلة القدر. لذلك دائما أفكر من سنة إلى أخرى بأنني أترك موضوع تتبع شروق الشمس، وسبق أن قلت لكم بأن موضوع
ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، من أرادها فعليه بالعشر كاملة، سواء كانت أياما زوجية أو وترية، ولا تحدد ليلة بعينها، تتعبد الله سبحانه وتعالى ثم تترك بقية الأيام. لكن أصبح موضوع تحري شروق الشمس في العشر الأواخر نوع من السياحة والمتعة التي أجدها في شهر رمضان المبارك، وذكريات جميلة لا تنسى، أسجل لحظاتها وأنشرها لمن يرغب المتابعة. على كل حال، أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان المبارك لعام 1439 للهجرة، وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك لعام 1440 للهجرة، فقولوا آمين ثلاثا: اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نسيت أن أقول لكم جزئية، البعض يتساءل ما هي الليلة التي ترجحها. الحقيقة أغلب أيام العشر الأواخر كانت تخرج الشمس بهذه الطريقة، لكن من خلال ما ظهر لي من الأيام التي أشرقت فيها الشمس، فإن ليلة 22 من شهر رمضان كانت مميزة في شروق شمسها، وهي حالة تتكرر معي على مدار الثلاث سنوات الماضية، يعني في عام 1436 و37 و38 أو آسف في 37 و38 وفي هذا العام 39، فتكررت معي، يعني كانت حقيقة شمس مميزة. أما هذا من ناحية الشمس، أما من ناحية الليلة فكانت ليلة 27 ليلة مميزة وماطرة عندنا في المنطقة الجنوبية، وذات رياح وهواء، وكانت جوها معتدلة وكان مميزة، وسجلت في تلك الليلة حلقة بهذا الشأن، وذكرت فيها أنها كانت ليلة الشيخ ممدوح الجبرين رحمه الله، والذي كان يرى بأن كل ليلة ثلاثاء توافق وترا من العشر الأواخر تكون ليلة القدر، والله أعلم وأحكم. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. ألقاكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى مفيدة بإذن الله تعالى ومشيئته، وأذكركم بصيام الست، فما صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله، فلا تفوتوا هذه الأيام المباركات التابعة من شهر شوال حتى تكسبوا هذا الأجر العظيم. من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.